اهلا بكم. اليوم سنتعلم كيفية تحرير الملف الشخصي لمدير الموقع وكيفية تغيير اسم المستخدم لمدير الموقع ان دعت الحاجة. فاذا بداية سنذهب الى اعضاء وحسابك. من هنا من خلال حسابك سيظهر الحساب الشخصي للمشترك المسجل بالموقع، سواء كان مدير او مشترك او كاتب او اي شخص. ويمكنك تغيير كلمة المرور من خلال إدارة الحساب كلمة المرور الجديدة، توليد كلمة المرور، ويمكنك كتابة كلمة المرور هنا وإدخالها ثم تحديث الملف الشخصي. الآن لا أريد فعل ذلك، أريد أن أقوم بتغيير اسم المستخدم للمدير. وكما نلاحظ أن لا يمكننا فعل ذلك غير مفعل تغيير اسم المستخدم، و بجانبه رسالة لا يمكن تغيير اسم المستخدم. فإذا كيف نقوم بحل هذه المشكلة؟ سنقوم بإنشاء مستخدم جديد، نعطيه صلاحيات المدير، ثم نقوم بحذف المدير الأول. ماذا يعني ذلك؟ وكيف يمكن القيام به؟ بداية سأقوم بالنقر على أضف جديد، وسأقوم بإنشاء حساب جديد للمدير الجديد وباسم المستخدم الذي أريد. مثلا اسم المستخدم الذي أريد Learn with now. البريد الإلكتروني مطلوب، مثال مثلا طبعا هذا بريد غير صالح. الاسم الأول واسم العائلة. الموقع الإلكتروني اختياري، يمكنني توليد كلمة مرور أو كتابة كلمة مرور. سأؤكد تأكيد كلمة استخدام كلمة مرور الضعيفة، ولكن لا تقم باستخدام كلمة مرور ضعيفة. لا أريد إرسال إشعار للمستخدم. أما بالنسبة لرتبة المشترك الجديد ستكون مدير، وثم سأقوم بالنقر على إضافة عضو جديد. الآن سيتم إضافة هذا العضو. الآن سأذهب وأقوم بتسجيل الخروج من حساب المدير اسم المستخدم الأول أو القديم، وسأقوم الآن بتسجيل الدخول باسم المستخدم الجديد وبحساب المدير الثاني. تم الآن الدخول. الآن سأقوم بالذهاب إلى قسم الأعضاء وكافة الأعضاء. سأقوم ب تحديد اسم المستخدم الأول أو المدير السابق وأقوم بحذفه. سيقول لي أن ماذا نفعل بالمحتويات أو المقالات التي تم كتابتها المدير الذي تريد حذفه أو الشخص الذي تريد حذفه. هل تريد حذف هذه المقالات أم تريد نسبها إلى مستخدم آخر؟ طبعا أريد نسبها إلى مستخدم آخر، وسأختار اسم المدير الجديد Learn with now. ثم سأقوم بتأكيد الحذف. الآن يمكنني تسجيل الدخول بالموقع باسم مستخدم جديد، وكذلك اسم المستخدم الأول لم يعد موجود لأني قمت بحذفه. هذا كله لشرح اليوم، أتمنى أن يكون كان مفيدا بالنسبة إليكم، وألقاكم في الفيديو القادم.